صباح الخير. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. زفر انت كمان معزوم يوم الاحد على متبوس. سعيد يا مرحبا. بيقول المثل وش لك في البحر وهواله ورزق الله عسيفه عسيف. طيب الغوص تكلمنا عنه قبل شويه وتكلمنا عن الصيد بالغوص. عالم الغوص كثير حلو وكثير له اجواء جميله. يا ريت في البدايه نتكلم عن الانسان اللي بده يقبل على رياضه الغوص ويتعرف على الرياضه. اول شيء اشكركم على الاستضافه الحلوه هذه. طبعا انا فخور جدا اني اليوم مستضيفيني على برنامج صباح الخير يا وطن. ثاني شيء بعرفكم عن نفسي. سعيد سيف العدوي، كبير مدربين غوص، والحمد لله عندي خبره بسيطه جدا تقريبا 8 سنين في موضوع الغوص. جزاك الله خير. الغوص هني في الامارات نشاط خلينا نقول مجتمعي. الامارات واهل الامارات شعب الامارات مرتبطين مع البحر من ارتباط جذري. نعم. الغوص ممكن واحده من النشاطات اللي كانت موجوده عندنا قبل وما زالت مستمره الحمد لله. الشباب مقبلين على الغوص وما شاء الله عندنا الحمد لله مجتمع كبير من الغواصين في الامارات عندنا هني. خلينا نقول نحن نستقبل اي حد في اي عمر اذا حالته الصحيه تناسب ممارسة الغوص، تسمح انه هو يمارس الغوص. رياضة الغوص في معايير معينه او امور انت بتسال عنها قبل ما الشخص ده ينزل، خصوصا الامور الصحيه؟ بالضبط. شو الاشياء اللي اول شيء نحن ممكن نسوي برامج للاطفال من سن 8 سنين ل 10 سنين في خلينا نقول في احواض او في مياه محصوره. ثاني شيء مثل ما تفضلت في استبيان طبي لازم تتاكد منه من حالته الصحيه، العمليات المسبق سواها يمكن الشخص ممكن عنده امراض مزمنه مثل ازمه مثل الربو مثل امراض القلب، هاي بعد لها محاذير او خلينا نقول لازم طبيب يكشف عليه يسوي له فحص طبي كامل وبعدين يسمح له بالغوص. حلو. نفس الموضوع للكبار السن، ما في عمر معين للوقوف عن الغوص الا حاله الصحيه للشخص نفسه. اذا واحد سوى عمليات مثل عمليات القلب مفتوح، عمليات فيها ممكن توصيل اعصاب او غيره، ممكن بعد لازم ياخذ فترات نقاهه ولازم ياخذ نفس الشيء تصريح من طبيب مختص وبعدين يمارس الغوص مره ثانيه. في خبريه كمان بعتقد ما بعرف اذا بيقول لك ما فيك تيجي من السفر تكون طاير بطياره وتغوص، او العكس صحيح؟ العكس صحيح. ايه؟ وممكن نفس ما تفضل في خلينا نقول توصيات حديثه انك انت بعد السفر تقريبا تعطي جسمك حول 6 ساعات للراحة والتعود على الجو المحيط. نحن دائما في الغوص عندنا اختلاف في درجات الضغط الجوي. صحيح. فدرجات الضغط الجوي كل ما ارتفعنا قلت وكل ما نزلنا تحت أو زادت طبعا. سعيد ما هذا الشيء؟ هذا الشيء فقرة التكنولوجيا يوم الأربعاء القادم. جهاز يمكن من أهم الأجهزة نحن ناخذها في في الغوص. تحت الماء هي طبعا بس هو بس تحت الماء وتحت بسيف دورها. لا دورها مش دايره يمكن شغلها. اوكي شغلها يعني. شغلها ان شاء الله دورها يعني شغلها دورها يعني هيك. تفضل لو حبيت تشوفونها. على فكره هي بتلبس كمان بتدورها بس على شكل ساعه يعني. الساعه العاديه بتلبسوها بس نحن نسميها كمبيوتر غوص. هذه خلي يا ريت تشرح لنا عنها، يمكن عندي نبذه بسيطه بس يا ريت تشرح لنا عنها. هاي الساعه والكمبيوتر ميزته انه يخليك دائما في السيف سايد، يحسب لك العمق زمن القاع، يعطيك التحذيرات اللي انت المفروض ما توصلها مثل تجاوزت وقت القاع المسموح في العمق المسموح. اذا عندنا بعد في من ضمن التحذيرات اللي ممكن تعطيني اياها الساعه والكمبيوتر انك انت مستوى صعودك او سرعه صعودك المفروض ما تتجاوز 18 متر في الدقيقه. فلو تجاوزت 6 امتار في الدقيقه او سرعه 6 امتار في الدقيقه تعطيك انذار الاول. ثقيله. لا اي شيء ثقيل برا الماي تقريبا معدوم الوزن. فبعدين تعطيك تحذيرات مثلا في عندنا شيء اسمه اخوات السلامه نسويها دائما في كل الغوصات طبعا اللي تتعدى وقت معين وفي نفس الشيء عمق معين فممكن تعطيك 3 امتار وقف السلامه على 3 دقائق على 5 امتار ممكن تعطيك مرات بعد دقيقة ونص على 13 متر او 1/3 من العمق الكامل اللي وصلت له في نفس اليوم. حلو ممتاز. في سؤال حاب اسالك اياه سعيد. تفضل. بعد اذنك. في احيانا مشاكل بتصير مع الغواصين تحت الماء،
احيانا الامور طارئه بتصير وبيطلع بيقول لك يا اخي صار معنا الشغله الفلانيه الشغله الفلانيه. بس في كثير من الغواصين يعني ممكن يخبرونا انه والله كثره الغوص للاعماق يعني العمق الكبير احيانا بسبب ضغط على طبله الاذن وللاسف بيوصل الانسان لفقدان السمع. متى بيصير معه الحالة؟ اول شيء خلينا نكلمك عن البلانينج او التخطيط للغوص. نحن دائما نقول لك خط غوصتك بعدين غوص التخطيط اللي خططته او الخطه اللي خططها. طبعا في 5 مراحل للتخطيط. من ضمن المراحل التخطيط انك انت تشوف مقدرتك الجسديه في اليوم من الغوص، مو معناته انت قبل غصت غوصه ممتعه في عمق معين ان على طول اذا كنت تعبان او كنت ماش نايم عدل بتروح تغوص نفس الغوصه نفس نفس المجهود. موضوع انه عنده مشاكل في الاذن، عنده مشاكل في هذا، هو شو كان مارس قبل؟ يعني اسمح لي، اذا هو عارف ان حالته الصحيه وحالته الجسديه في نفس اليوم الغوص انه كان سهران تعبان مسوي مجهود رياضي كبير، صعب انه يروح الغوص ويرتاح او انه هو بعد مجهود ثاني بيبذله، بالتالي تراكم المجهودات ممكن ياثر عليه مثل ما تفضلت في اي مكان. ويمكن الاماكن اللي تظهر فيها المشاكل اماكن ضعيفه مثل ما تفضلت الاذن، ممكن السنيز هي الجبهه الانفيه، ممكن المعده، ممكن تيله مثل الام في المفاصل، هكذا ممكن واحد يواجهه اذا هو ما حضر نفسه او ما خطط صح للغوص. بس في ناس يعني ليها عمر معين سعيد ولازم توقف غوص، يعني احنا بنشوف انه مثلا احيانا الناس اللي بتفضل تغوص لمده 30 سنه ولا 40 سنه مستحيل. الله يجزاك الخير. الغوص نحن نغوصه اسمه غوص ترفيهي. اذا واحد حصل نفسه ان حتى لو السفر ممكن واحد اليوم ممكن يسافر اي بلد في العالم ويبذل مجهود اللي بايروح الاماكن اللي هو حاب انها، وهذا بعد 10 سنين بيروح نفس هذا ويتذكر انه كان رايح مثلا في جبل وطالع الجبل وكل صحه، بتحصلين طلع الجبل بمجهود اعلى بوايد، المتعه اللي كان يتصورها ما صارت ثاني مره نفس اللي كان متصور انه. فبالتالي نفس الموضوع الغوص، اذا المتعه راحت خلاص فقد كل جمالي او نواحي جماليه في الموضوع. وبعدين هو النشاط الترفيهي تماما، يعني كل رحله غوص نعتبرها سفره. كل طلعه غوص في مكان جديد في بيئه جديده اكتشاف حاجه جديده. اكيد حتى في نفس المكان لو غصت 10 مرات كل مرة تكتشف شيء غير عن السفر. سبحان الله. لا شوقني بصراحة أمرنا. سعيد، بس بدي أعرف هلأ إذا أنا بدي أروح أعمل أو أمارس الغوص، وين الأماكن اللي بيفضل أو يحبذ إني أغوص فيها في الإمارات؟ طول عمرك هنا في دولة الإمارات طبعا. فجيرة. قالوا لي الفجيرة. فجيرة الساحل الشرقي بشكل كامل، يعني خلينا نقول إمارة الفجيرة طبعا غنية جدا بمواقع الغوص المعتمدة، ما حد يقدر ياخذ عدات غوص ويروح أي مكان يغوص، لازم يكون هالمكان معتمد وعارفين عمقه وعارفين شو الأخطار كم موجودة فيه، شو الأحياء المائية موجودة هناك، وبعدين نقدر نغوص في المكان هذا. والأفضل طبعا في عندنا المراكز معتمدة بعد من الجهات المعنية أنها توفر رحلات الغوص، بالتالي المفروض أن واحد يصير مكان الغوص أو مركز الغوص هذا ويسأل عن الأماكن ويعرف هو الليفل واله. بعد يختلف أنك أنت مثلا مبتدئة أول شهادة نحن نعطيها لحد معين من الأمتار اللي هو 18 متر، بالتالي لو المركز اليوم مرتب غوصة 30 متر ما بيطلعك، لازم يعطيك على هذا أو يقولك تفضلي سوي أنا الكورس الأدفانس أو المتقدم اللي يعطيك مجال 30 متر بعدين ممكن يطلعك الرحلة. طيب تفضل. أنا أخيرا وصلت لعندي حلالك قطعت شوي على الشباب كمان وما أنا وصلت لعندي. أول شيء بدي أفرجيهم للصبايا والشباب إنه هيدي بتنلبس لجوا مش لبرا، مش مثل بقية الساعات العادية، هيدي مش تاتش لأنه تاتش تحت المي معدوم ما بيمشي بتحب معدوم ما يشتغل التاتش. ايه. اوكي. وانه بتوصل عن طريق البلوتوث من دون كيبل. ممكن توصلها عن طريق جهاز نامي ترانسميتر او الناقل ما بين الريجليتر اللي هو نحن نسميه منظم الهواء وطبعا الكمبيوتر هذا، ويعطيك طبعا مستوى الهواء المتبقي عندك في الاسطوانه. في سؤال كنت اختص بس بالكويت اسالك، مش سؤال يعني في معلومات هيك بدي اعمل ريفرش عليها. بتذكر كان نحط اوزان قبل لنا وكنا نحط بس ما نطلع لفوق مش لازم تحط الماسك نظاره على فوق. نعم صحيح تحط تحت. نعم
هذه الإشارة ما فيك تعملها إلا للإمرجنسي. هاي الصعود ذكرني بعد فيه إنه صعود هبوط. إيه. عندي مشكلة في المكان فيها مو بس تي. لا أنا عملت في الووتر. ما شاء الله. طيلة إشارة. إنزين عندي مشكلة في أي مكان هذا. في واد خلينا نقول خلينا نتكلم أول شيء عن موضوع الوزن. الوزن يعتمد على على طبعا الأوزان اللي تضيفها عليك أنت أو تلبسها. المفروض تتعادل دائما مع جسمك أنت. كل ما زاد وزن الإنسان مثلي طبعا بحط أوزان أكثر، كل ما قل وزن الإنسان بيحط أوزان أقل. طبعا الأوزان هي تساعدك أنك تسوي عملية طفوية المتعادلة أو نسميها نيوتر بيانسي في العمق، وطبعا هي بعد تساعدك شوية أنك أنت ممكن ما تتلامس مع الأحياء المائية سواء كان مرجان أو عشبيات أو سفنجيات عساس ما تدمر. نحن في النهاية نبى نستمتع بس ما نضر غيرنا. ثاني شيء موضوع المعدات مثل ما تفضلت، من ضمنها النظارة. النظارة دائما نحن سيكيورت هنا يعني نأمنها هني. لو واحدها فوق راسه هذا معناته أنك رافض معداتك، معناته أن عندك حالة طارئة محتاج مساعدة. وبالعكس انت يوم تحطها في اسمه في العنق او في الرقبه افضل لك بوايد ما تحطها على راسك، شويه موج بسيط بيودوها راحت. صح. تعال دورها ما بتحصلها 90% ممكن ما تحصلها الا اذا عرفت اتجاه التيار وعرفت اساليب البحث الانتشار ممكن تشلها. طبعا حد لازم يكون هو اللي يسوي لك الموضوع هذا، لانك انت بدون نظارة ما بتشوف شيء تحت. شوف فانت أنا شخصيا ما تقدر تشوف. انا بلا نظارة فوق ولا تحت. في فيديو هذا حضرتك مصوره كنت ابو سيف عم نشوفه هلا. وين صورته؟ هاي جزاك الله خير هني بعد في المنطقة الشرقية في دبا. دبا نعم. طبعا عندنا ما شاء الله كم من مواقع في منطقة دبا. طبعا علامات الفجيرة ما شاء الله خلينا نقول جنة الله على الارض. يعني نحن نسير هالمكان مثل ما تقولون بس عشان نشوف الطبيعة المتنوعة من الحياة البحرية من المرجان. في بعد عندنا نحن سمكة وايد مشهورة يمكن صار عليها فيلم كرتون سموه نيمو كلاون فيش. هي الكلاون فيش أو سمكة المهرج وايد منتشرة، وهاي خلينا نقول عليها أو يلقبونها بصديقة غواصين. أي واحدة؟ الأورنج ولا النيمو؟ الأورنج هي والأورنج. في أورنج في بلاك في توميتو هي كلها نفس الفصيلة، لكن مثل ما تفضلت في أورنج في وردي منها في أسود في متنوع. في وردي موجودين. أنا رحت مرة اختصت في سمكة سريلانكا شفتهم كانوا فيرجن الماكن. نحن دائما إذا بنسير برا البلد لازم نسير أماكن خلينا نقول ما عليها نشاطات سياحية كبيرة، ما عليها نشاطات تجارية كبيرة مثل مواني مثل مصافي النفط مثل مصانع. بالتالي هالأماكن هون عم نشوف الريف وعم نشوف نيمو. إيه عم نشوف الأحياء المرجانية. النيمو بيحك جسمه فيها. هذه نوع من المرجان احنا نسميه شقاق النعمان. انتم عندكم في بلاد الشام ما شاء الله شقاق النعمان تقريبا نوع من انواع السويته ونوع من انواع الحلويات. صح. هذا النوع من المرجان مشكلته انه هو شويه حارق اوكي، بس عنده خلينا نقول تعايش خلينا نقول تفاضلي او خلينا نقول يتناسب مع سمكة النيمو. سعيد انت اللي مصور الصفحة. نعم. دي انا مغرمة بالفيديو. انا سعيد في نقطة كتير وكمان حسب يعني خبرتنا كانت من قبل بالدايفينج وهيك كنا مشتركين من قبل مع جرين بيس، قديش لازم نحافظ على او الطبيعة اللي تحت المي كرمال يضلوا يعني احنا بنحكي فيها كب السيجارة بالبحر بده حوالي 3 سنين تتحلل. الكيس بده 150 سنة بتاكلها الصبح. السيجار تقريبا فوق 50 سنة مش بس كمان سنين. نعم. فقديش انت يعني بتشارك بهيك فعاليات وقديش بيكون عندكم؟ نحن في الأساس نزرع الاهتمام بالبيئة من كل غواص قبل الله يتخرج من أول كورس. ثاني شيء الممارسات الخاطئة مثل ما تفضلت رمي المخلفات في البحر، قرب المنشآت السياحية من البحر بعد لها تأثيرات وايد ضاره بالبحر. بالتالي في عندنا نحن الحمد لله في مجتمع الامارات ناشطين للبيئه البحريه، ودائما نطلع مثل ما تقول على نطاقين، نطاق واحد اللي هو تنظيف البيئه البحريه او تحت البحر، النطاق الثاني وهالشيء ممكن
إمارة الفجيرة سباقة فيه اللي هو استزراع المرجان. بالتالي نحن نشيل أو خلينا نقول نزيل الضرر البيئي وفي نفس الوقت نسوي استعواض عن الأشياء ممكن ضرتها البلاستيك أو المخلفات أو أي أجسام ثانية. في ناس عم تساعدك بالموضوع مش لحالك أكيد، في مؤسسات أكيد عندنا مجموعات كتير. مثل ما قلت لك من ناشطين البيئيين. ثاني شيء اللي بغيت أذكره إنه هني في الفجيرة ما شاء الله عندكم بحر مفتوح، عندنا كل حاجة حلوة الحمد لله. يعني أجواء، يعني أجواء البحر ممتدة على المحيط الهندي. نعم بس هو بعد لا وجهين، بعد وجه وايد خلينا نقول حلو وجميل اللي هو عندنا ما شاء الله البحر مفتوح جدا مش محصور، فبالتالي البيئة البحرية متجددة دائما. وفي الوجه الثاني شوي القبيح إنه في عندنا تقلبات جوية كبيرة صحيح، خاصة وقت العاصير وقت طبعا هي منظومة نسميها إيكو سيستم أو النظام البيئي المتكامل، فلا شو اسمه لا مثل ما تقول تقلبات لا فترات استبلايزيشن أو خلينا نقول هادية أو أكيد. يعني على سبيل الذكر إنه الفجيرة وإمارة الفجيرة هي من أكثر إمارات الدولة للرياح ويعني تقلب الأجواء، ولكن يا أبو سعيد أنت عليك دين، تعرف شو الدين؟ أمر دين ما يمر عليك عدو يا رب العالمين، لازم تأخذنا رحلة غوص ونروح نستمتع. كان عم يحكيها ونتصور بدون ما تطلب منه، كان عم نتصور. أنا عارف أنه نفس طيبة، هذا أول شو اسمه هدف بالنسبة لي أن نشجعكم على رياض الغوص وتفضل على عين راسي ما عندي. لا ما بعد الحلقة نأخذ بعضنا كده شلة ونطلع، إيه رأيك أمي؟ إن شاء الله أنت وجبة منيحة لليريور، سألي شو اليريور وهو يخبرك شو اليريور. بعد من الاسماك اللي ممكن احنا نصورها خطيره وغير غير، بس انا اشوفها هل اسمك وايد مظلومه. ايوه وايد مظلومه فعليا. خليه يوديك على اليريور. اليريور هو صغير القرش صح؟ اليريور هو القرش بشكل عام، بس بيكون صغير. لا صغير هذا لا اسم، احنا دائما نسميه ولد الولد او خلينا نقول يريور صغير، بس هو عندنا هنا يعني مش ضار ولا يهاجم اي نوع من انواع الاسماك او الاحياء المائيه، دائما تكون هجماتها كرد فعل دفاعي. اكيد اكيد مش انها طبيعتها مفترسه او هذه الاسس يا ابو سيف ان شاء الله بنتعلمها منك وبتخبرنا اياها. طبعا نتشكرك ونورت شرفت صباح الخير يا وطن. رح نطلع بريك ونتكلم عن رحله الغوص، يلا ان شاء الله.